Everybody pray for me. It been a day for me. Yeah, yeah. يا شباب مرحبا بكم معايا حسني اليوم. حسني يحب يتعلم اللول. مرحبا حسني صافي شنحوك بس عليك. ايه والله يكثر خيرك جالي في شي يكثر خيرك يكثر طحينك عاش خوي. باهي باش نلعبوا تريح جنجل فهمني كازيكس هذايا جنجلر ساعة بالله لحظة خلنا نبدل فن نحط فن زبور. ايه حتى لنا فن باهي يا معنى ايه ايه لازم تبدا بالريد نتاعك فهمني كان تكرم وعاونك التوب لينر نتاعك سينو تعمل وحدك ومن بعد شنعملو؟ ايوا بعد الريد نتعداو للولفز وعلى الزبد يا ربي ما يمشيش ما نحبش نشوف يا ربي ما يمشيش يا ربي نعم دين الزبد بعد الريد تعمل الولفز من بعديك شاي اها شم شم في ريحة شم في ريحة صرم عنكبوت صرم عنكبوت ريحة صرم عنكبوت كيفاش درا كيفاش تحسها كيما كيفاش ريحة صرم عنكبوت هيا هيا وعلى الزبط لازم تقعد تدانسي مع البلو ولازم تسمايت البلو بشاك اتش بي باكي تقعد تضرب صار بك رجال فيش هي جد شتقتلني يا اخي انا السمايت متاعي رديته هيل والفلاش نتاعي رديت وهيل واستعملتهم الزوز مع بعضهم ومنعت وتبارك الله عليك قحبونا لطف لطف شو الدم هبت من عينيك لطف لا 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 جلي فاي شمع جموت وتمثل الزواحف بمختلف أنواعها مثل التماسيح والأفاعي والأورال الغذاء الأساسي في حمية الخنفساء المامبا السوداء الإفريقية فبالرغم من صغر حجمها إلا أن هذه الأخيرة تتمتع بحاسة شم قوية تمكنها من شم الشواذ عن بعد 10 كيلومترات وهذه الحاسة قد تطورت بفعل عوامل جيولوجية وقحبولوجية جالي فيه شنو كان ذاك؟ ذاك دوكيمونتير على الخنافس على خاطرك تلعب اللول لازم أنت تولي تشامبين لازمك تفهم التشامبين لازم تبدأ تخيل روحك خنفوسة وتولي خنفوسة في راسك فهمت الفازة ولا القحب الكل في الراس او القحب الكل غادي وكي انا حاب نلعب يسوع شنو لازم تخيل روحك كي كم نعرف تخيل روحك معفط ولا تخيل روحك ايه ليه ولا ما لحظة ايه تعمل في التيريتوار تاع الزبي لحظة خلنا عقبها مضام لحظة خلنا سايب تسايب تسايب عقبتها مكة اي 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 يا عبشاس والله قحبون جلي فيش والله يعطيك صحة ملاعب باهي البلو عاود تفونا مرة أخرى أخذ البلو لا هو أي نجم ناخذوه طوع ما منيش مرتاح مازلت نشم فيها ريحة صرم العنكبوت والله بالله كيفاش صرم عنكبوت شنيا كيفاش ريحة صرم عنكبوت يا أخي عمرك ما نكت عنكبوت نكت من قبل ولا ساعة يا كاوع ايش تعرف ما لانت من هالحكاية ما متفرج برشا في الهنتاي هاي ريت قتلكش نشمهم راه لا 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 صحيح برافو والله يقحبوا انت اللي فايش ريت أخوك شنعملوا في لحظة برا شنعم ريت أخوك شنعملوا للحظة برا قول يا مان قول يا مان على ذكر يسوع فهمني نوريك شنو باش نعملوا له هذايا تو لازم نلعبوا له بسكي خاطر متفيد شوية هذايا فهمتني ايوا عليه اللي معناها متفيد دونك تويك فهمني نعمل ألف ونبعثوا عليه باش بدلت راي اسمع تعرف شنو باش نعمل شنو باش تعمل باش نفيديه باش من بعد نقتلوه ويعطينا برشا فيديه كيما العلوش عرفت لازم توكلوا باش يسمن تعشعش مليح من بعد ديك تقتلوا فهمتني هذا الخوف شاب في برشا تحب لوجيك ولا لا لوجيك كان مش لوجيك قول لوجيك واضح حمري لوجيك اسمع والله الميد نتاعنا عمل العار كالزبي راهو كذب راهو سطل راهو والله ما فماش اي باب الفن بيه الفن راهو يعاون برشا في الالعاب تحس انت اش معناها نحس معناتها تحس اللي انت تحس بلاي برانيك جل جدك في الزبي بشوية هو العلوش انا عشع شو فيه كنا ريت كيفاش عطينا 1000 شفت التكنيك
لا حول ولا قوة إلا بالله يا زبي منين هبطل الله نطلع الهم هذا الله الله يا هاو تفركم هذا تحشيت طرح هذا يا الزب والله برسم كغزة تفرج تفرج الميدلينر نايك قديش 45 سياس كونتر 147 شو معناه سياس؟ السياس من الاخر هو طول زبك بالسنتيمتر يعني شنو نايك والله صحيح اسمع سامحني الله غالب الطرحة شنو مش مشكل جالي فيش مش مشكل شنو نايك؟ شنو؟ تعرف اخر واحد قالي هكا شو عملتلو؟ تعرف ولا؟ وسع بالك كان فيك شو فهمة؟ نعمل دراجون صاحبي نتكيو على الجنب يا زبي تيخرج من الجنجل نتنتها الجنجل بريحة صرمها المنتنة اسمع نيك هتجالي فيش برجولية تصرف ايس عامل الاعمال في خاطر كيف صحيت يا رجال فيت نتنتها الجنجل فيت شو ما خدش قال يصير هاد الله 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 شو اسمع هذايا وقت هذايا والله ناكوكم نوريك تو بالضبط كيفاش تلعب كخنفوسه يا ودي ناكوكم بالتالي تستنى الضعاف فهمني ديما تمشي للقحاب ديما القحاب كيما هذي مثلا نعم شيك زبي منيح خرج زبي هالمال هذا يا رب في باب نمشيو هكا تحشيت يا زبي ما نجاني فايش والله ما نيكم الكل بص عبالي ويلي لك سدية القحبة متاع يو كان فيف ناو اي باب وانتي ما عادش نتن للزبي الجنجل اخرج برا نيك دوش وارجع للجنجل وقت ما تحب المفيد دوش برافو فيت سلام نايك بالليل والله صاي والله صاي مشيو ربحنا انا كي ناخذ الهف صاي راهو مزبوط شو كان تحشيه نيك في الاشم بعد استنى جيبو خلنا نطوحو عليه جيبو خلنا نعدي هاو قتلك يا زلمة هاو قتلك مثال شماني استدرجتو لصحابي انا فهمت فازا يا ربي هالمدلينر وقتاش تولي صبور يا ربي شوف النهار كله باش تموت باش تموت مني برسمك اتش بي برسمك مني اتش بي بابا عايش ياسر رجل المينيز والله ياسر والله يسخفون المينيز انا مساك النهار كل يتولدوا يمشي يموتوا كهو وحد ما يحترمهم وحد ما يركز معاهم وحد ما يحبهم ما تخممش المينيز عنده عائلة وبو وام بالله فش تنيك شوف ريتها يتفسخت سحار يا ولد سحار سلام نايك نروحوا ولا استنى اسمع هو الساموراي هو اسمع اختك منه ساموراي روحوني اختك منه جنفاي اهلا وسهلا اهلا بابا شوف هزك بيج بس ريت كيفاش شكلك اختفيت وعاود خرجت له شفت كيفاش والله وبالرغم من ان خنفساء المامبا السوداء الافريقية ليست عدائية تجاه البشر إلا أنها في بعض الأحيان تهاجم البشر عندما يدخلون لمنطقتها وهو ما يؤدي عادة إلى موت الإنسان فهنا هذه السيدة المسكينة دخلت بالخطأ لمنطقة الخنفساء و... أسمع ظهري كليب غالي أسمع بدلها متاع الكيل بدلها ردني نقتلت لك بالأزرق لازم تكون الزب أدي شنو واحد ما بشي فيه يلا حسن صحيبي احنا يا هوما طول يا احنا يا هوما هاي هاي اشترتاف اشترتاف يا الله يا الله شفتها تحشي فيه وان شوت ما شفتهاش ما شفتهاش ماتت بسرعة ارهابية يا الزب ماتت هاي ماتت طويك اسمعني كيفاش لازم نطيحوا الانهيب هذايا شلون الانهيب سيب هزك بيت سيب جالي فيه سيبني عليه اي جان تيش يا ديما يمنع في زبكم هات مسيحة والله ما نشد النيك والله كان نيك وما نشد النيك وسع بالك لعبة يو كان افيف ناو يا قحبة تعلم والله تعلم عادش تستفز زبي ما تعرش زبي يستفز شنو يصير حتى شيء كراويت هذوم وكيفاش نولي كيف جالي فايش تعمل سبسكرايب فهمني تعمل لايك وتبرتاجي الفيديو هذي تتولي كالزبي إذن هذه هي كانت الابيزود متاعنا تاع ليج اوف تفريك اليوم نتمنى ان تكون عجبتكم اذا كان اي نصور تعرفوا شنو لازم تعملوا خلونا الاراء متاعكم الزبابر في الكومنتيرات وتفقدونا في ستريم تويتش سلاش جيلي فيش تي ان شكرا حساب على السماع والى اللقاء